الله معنا. بداية اسمحوا لي أشكر كل وسائل الإعلام يلي حضروا خاصة بهالمرحلة الصعبة. بدي أشكر كل الحاضرين المتضامنين الأحبة والأصدقاء وهن كتار. بحب أنا بالبداية أكد على إنه الرد يلي عم نعمله بيستند على روح إنجيلية صافية. نحنا ما منعرف نحط الحقد بقلبنا، ودايما منقول ومنأكد انه خيارنا الخيار الثالث، ما بين اكيد الاستسلام والخنوع، وما بين انه نروح بخط الانتقام يلي ما بيشبهنا. بخيارنا الثالث هو انه منتبنى المواجهة البناءة لرفع الظلم عن مين ما كان. كرمال هيك بحب كون عم بعتذر فعلا من الناس كلهم يلي عم بيتابعونا ويسمعونا، لانه ما بعتقد انه هيك هذا الوقت لطرح هيدي المواضيع. ان كان ظاهرين من مرحلة كوفيد ونحن كمان ما عم نخلص من المشاكل لأزماتنا الى اخره، الناس بيتوقعوا منا نطلع عليهم ببرامج لحتى نخفف عنهم الأوجاع. فعلا بعتذر عن هذا الشيء. بالمقدمة بحب أقول أنه من 4-5 سنين بلشت أسمع بقوة أنه جماعة رسالة حياة كبرت كتير والله يستركم وإلى آخره، إلى أن أكيد صرنا نعرف أكثر وأكثر أنه عم تتردد هيدا الشيء، وعم يصلي بوضوح عن من عدة جهات انه اكيد ان كان عن غيري ان كان لمصالح شخصية او الى اخره. جماعة رسالة حياة اصبحت عم بتشكل ازعاج معين. رح ادخل هلا بموضوعنا. بدي اقول انه كل القرارات الكنسية والمدنية بتأكد براءتي وبالوثائق، بس هني مصرين انه يفرغوها من مضمونها ويحرفوها. من هون كان رفضي القاطع ودخولي بمواجهة هذا الظلم حتى الآخر، لأنه الجماعة يلي ناضلت على مدى 30 سنة ضد الظلم وضد التمييز، مش لح أقبل أنا هلأ إنه هذا الأمر يستمر بهذا الشكل. خلينا أحبائي ندخل بالموضوع، وبدي أقول إنه لح أعتمد بوضوح بأعلى درجات الشفافية التركيز على القانون، التركيز على الوثائق والمستندات، بالرد على كل الأضاليل يلي طلتني وجماعة رسالة حياة. المشكل يلي انطلق ب6/12/2019 والاتهامات المتعددة، وتحديداً بموضوع التبني والاتجار بالبشر وإلى آخره، يلي إجا نتيجة تقرير صحفي. ونحن هلأ يعني شفنا حتى لحديت هلأ بعض الصحف يلي بعدها عم تكتب لهلأ، وآخرها كان الأوريون لجور، وبعدهم مصرين على أنه يلزقوا فينا التهم انه نحن متهمين بموضوع التبني ومتهمين ببيع الاعضاء والى اخره. ما مثل ما قلنا لنختصر، رح نبلش دغري مباشره بالمستندات. مستند رقم 1 الصادر عن حضره القاضي نقولة منصور ب 19/10/2021، رح نشوف بشكل واضح ونهائي برا جمعية رسالة حياة من كل هيدي الاتهامات. فإذا تمام طول حول هيدا الموضوع تحديدا قرار واضح رد كل هيدي الاتهامات. بقي قرار ظني بحق أخ، منترك المسار القضائي، نحن نحترم إلى أبعد حدود الأصول القضائية، ولكن شفنا خاصة بآخر فترة تم التداول بهيدي المواضيع وخلطوهم ببعضهم، وكان في افتراء وتضليل كتير كبير على هذا المستوى، وطالني أنا شخصياً بهيدي المواضيع.
يلي من سنة وأكثر ونحن كنا سكتين طالع قرار. ليه؟ لأنه ثلاث سنين عم نتحمل من الافتراء وكنا أخدين قرار، لأنه منعتبر حالنا أم الصبي بالمعنى الحقيقي العميق. لأنه أنا كوني مؤسس قبل ما أكون رئيس عام، هيدي الرهبنة هيدي شقفة من قلبي، وبالتالي طولنا بيننا لحديت هلا، لأنه كان في محاولات لا تحصى ولا تعد لناخد خيارات أخرى، ولكن ما وصلنا لنتيجة. فإذن عم نشوف بأول مستند بقرار واضح جدا كل الاتهامات، كل الاتهامات عم نشوف ومنقرأ بأنه بهيدا القرار منع المحاكمة عن جمعية رسالة حياة بكل التهم يلي سيكت ضدها، وبعدنا لهلأ بنرجع منشوف بمقالات وغيرها بيتوجهوا لإلنا وبيتوجهوا لإلي شخصيا بهيدا الموضوع. هلأ رح أدخل على الموضوع الأساسي والجوهري يلي كمان هو أساس مؤتمرنا الصحفي. بدي أقول إنه صار خلط ما بين القضية يلي أثيرت فإذا من وراء تقرير صحفي ويلي هلأ ردينا عليها بوضوح بقرار واضح، وما بين المشكلة يلي نشأت مع المطران بيتر كرم على خلفية موضوع التبني. فإذا أساس وجوهر الخلاف الكنسي يلي نشأ مع المطران بيتر كرم هو لأنه أراد أن يعطي الولد لعائلة ذات صلة قربة به. وهنا كل الشكر للقاضية جوال أبي حيدر يلي أعطت الطفل لمستحقه، رغم كل شيء شكر لها لأنه رجعت أعطت الولد للي لازم ياخده. وهون بحب أقول وأعترف أنه تعرضت القاضية جوال لاستفزاز معين من قبل الأخت يلي كانت من مستلمي الملف، ولكن رجعت تمت الأمور على خير وأعطت الولد لمستحقيه. وهون بدي أقول أنه وجهت المطران بيتر كرم بهذا الأمر ولم ينكر، ننتبه للموضوع، وأصبح الحقد الشخصي كبير جدا والاستهداف للنال مني بكل الطرق هو العمل. صار في حقد كتير كبير بهذا الموضوع، علما أنه أنا كان طلبي أنه يتنحى عن الملف لأنه هو استلم اللجنة اللي بدها تحقق، ولا ممكن أنه يكون في هيدا الأمر وهو عم يستمر مستلم هيدا الملف. كمان وبطريقة بسيطة، نحن اليوم أي شخص مرتكب أي عمل بدنا يتحاسب على عملته، ولو أنه نحن بمفهومنا منريد أنه يتحاسب بالروح الإنجيلية يلي هي جذرية أبعد حدود أكثر ما هن بيتخيلوا، ولكن منريد أنه تتم المحاسبة بالطرق القانونية ومع احترام لحقوق الإنسان، لا في محاكم. فإذا كمان هذا الخي يلي أخذ فيه حكم بأنه يفصله نهائيا أنا واجهته وبقوة، لأنه الحكم يا جماعة يتطلب محكمة من ثلاث قضاة غير القرار يلي بيطلب محكمة إدارية من قاضي، عم بحكي كنسيا. وبالتالي مطران بيتر كرم كان هو محكمة بحد ذاتها وطلع قرار بأنه يفصله. نحن هون ما عم نحكي عن مضمون المشكلة عن مع الخي شو لازم يصير، لا عم نبريه ولا عم نتهمه. نحن كرهبني بوقت أخذنا كل التدابير يلي لازم نخدها بحقه، كل التدابير، ولكن يلي بيأكد أنه هو متهم ولا لا هي محكمة. فإذا هو قرر أنه يفصل، أنا ما قبلت على هالموضوع لأنه مش من صلاحيته. والكنيسة حددت بال2016 أنه كل الأمور التي تتعلق بمواضيع التحرش بقاصرين وبغيره هو مرتبط بمجمع عقيدة الإيمان بروما، وبالتالي إذا حدا عم بحقق والبلاقي في شي جدي بيبعت الملف لهونيك وهونيك بتتم المحاكمة. ما رح طول كتير على الموضوع، إنما لأقول العقلية بمسار متابعة هيك أمور، إنه نحن نجي دغري هيك ونقطع رؤوس عالم وإلى آخره لنظهر أبطال، لا، في محاكم، في احترام للإنسان بده يتم إلى أبعد حدود، وكل حدا يتحمل مسؤوليته إلى أبعد حدود. فإذا صار هذا الوضع
صعب كتير بالعلاقة، وصار في فعلا شخص كبير من قبله تجاهي، وأنا ما كان عندي وما أزال أي حقد وأي ضغينة تجاهه. أنا يلي عم تابعه واللي عم قوله هو مبدئي انطلاقا من قناعاتي الإنجيلية والمسيحية. ما في شهر يا جماعة صار في ملف جاهز ضدي. توجه بعض الإخوة والخيات وعلى رأسهم البطلين الأب إليرياشي والأخت مريم حبشي، بداية إلى المطران حنا علوان يلي أصدر قرارات باسم غبطة البطرك، ولكن القرارات ما عجبتهم، راحوا وتشكوا، طلع قرارات كانت القرارات لصالحنا، ما عجبهم الموضوع. هون منا كنيسة وله لازم نحترم قرارات الكنيسة وإلى آخره، هون في قرارات ما عجبتنا منحطها على جنب، لأنه منخيط الطوب مثل ما بدنا، والفخوري بيبرش ومنقول بيحط دينة الجرة مثل ما بده. فأذن طيب، بس ما عجبهم الأمر، بيتوجهوا لعند المطران بيتر كارم يلي كانوا بتنسيق مسبق معهم. وهيدي مش بس أنا استنتجتها وعرفتها منهم، أنا عرفتها منه شخصيا وقت اللي استلم هو الملف. ولا منشوف كيف استلم الملف، قلت له كيف فت أنت وكيف استلمت الملف، ما في حدا حقه أو في حدا إلى آخره، وطلع قراراته باسم غبطة البطرك. وقتها قال لي نكون دقيقين، مطران حنا علوان كنا بكوفيد وكانت بكركي مسكرة بهذا الوقت، ما في حدا يطلع. قال لي بدك تجي تستلم المرسوم خطي، كنا أربعة أو خميس، تنين أو ثلاثة، يعني خلال تلات أربعة أيام كنا بنستلمه خطي، ولكن نحن استلمناه بوقتها عبر فيديو كول بحضور 11 شخص بالمكتب عندي. قبل ما نستلمه خطيا كانوا راحوا عند المطران بيتر كارم. هو المطران بيتر كارم بيقول لي شخصيا أنه إيه، ما هني اجوا لعندي قبل المطران حنا علوان، يعني هني راحوا صوريا عند المطران حنا علوان وهني كل الموضوع راكب سوا. فاذا استلم الملف المطران بيتر كارم بطريقه غير قانونيه. يا جماعه مش انه المطران بيتر كارم بيريد انه يكون هو يختصر بذاته محكمه، لا، بده يختصر عدة محاكم، حتى لدرجة بوقت من الأوقات بده يختصر أنه يكون شخص قداسة البابا فرانسيس بحد ذاته، وأنا لح أعرض وقائع. فإذا استلم بطريقة غير قانونية، لا لا، أنا عم أقول بطريقة غير قانونية، خلي القانونيين والغير قانونيين هن يحكموا. أولا ما في مرسوم بيحدد له دوره وعلى أي أساس عم بحقق. خير نطلب مرسوم، أي قاضي بده يستلم لتنشأ محكمة بدك مرسوم تنشأ محكمة على أساسها، وهيدا المرسوم بحدد صلاحية القاضي أنت عم تحقق بشو، شو المادة القانونية اللي على أساسها أنت بتحكم بعدين بتاخد قرار، ما في شيء منه. طيب استنادا على أي مادة قانونية ما بنعرف بدون، فأذن أي محكمة هون الكارثة الكبرى. تحقيق قياسي خلال 4 جلسات، لا محاضر، لا توقيع على المحاضر، لا دفاع، لا وجود لمحامي دفاع ولا كاتب ولا أي، كل أصول المحاكمة النزيعة مفقودة. فهمنا في تلك اللحظة إلى أين تتجه الأمور. وأنا بتحدى المطران بيتر كرم أنه يطلع محضر واحد يقول فيه كان في دفاع وقعنا وأنا وقعت، محضر واحد ما في شيء منه يا جماعة. يعني معلي إذا قلت هذا بيذكرنا بشو؟ بيذكرنا بأيام الأنظمة الغابرة. يا أخي نحن بغابة ولا نحن بكنيسة تحترم الأصول مفترض وحقوق الإنسان إلى أبعد حدود، مش بس بالدفاع، بكل شيء. هيدي لوحدة بتخلينا نفهم شو الحالة. بس يعني لو في ببعض محاكمنا الكنسية فعلا سعي جدي لتطبيق العدالة، هيدا كافي ليقول ستوب، وقفوا، في كارثة. ماشي، نحن هون بعدنا ببداية الأمر، ما خلصنا هون، من قبلنا فترة ومنجي بيصدر قرارات، وهيدا المستند رقم 2 وموقع من المطران كرم شخصيا ووقع معه المطران حنا علوان ب 23 بند خارج أي محكمة ومحاكمة. إذن وهنا كانت الصاعقة الكبرى، عندما حاول المطران كرم الضغط علي للتوقيع على ورقة بتثبت اتهاماته فرفضت. العناية الإلهية شائد، بس شفت هذا الواقع، طلبت من كاهن صديق
أنه يدخل معي على الجلسة وأصريت وكانت العناية الإلهية، بس ليكون في حدا يا عمي يقول مرحبا. وبالتالي هذا الكاهن أعطى شهادته أمام المحكمة. تفضلوا، هودي هني صدر قرارات ب 23 بند، يعني أقل واحد منهم يعني فينا نقول عنه أنه كارثة الكوارث. لا، لأنه أصلا بدون محكمة، مخالف لأي أصول لمحكمة، لأنه المحكمة الإدارية صلاحياتها القصوى هي تأخذ تدابير خلال سنة، خلال 7 سنوات نفي وقطع رؤوس، ويعني شيء ما بينوصف. رفضنا هذه القرارات وأسقطناها بالطرق القانونية لأنها غير مثبتة وغير قانونية. كتير منيح. عندها قال لي المطران حنا علوان أنه هاي القرارات كانت غلطة وعلينا أنه ننسيها. كتير حلو. أخذ قرارات المطران بيتر كارن بدون محكمة وخارج القوانين والتعاليم الكنيسة، وتصرف بطريقة لا يمكن لأي عقل أنه يقبلها، كونها لا تطبق عليها حتى قوانين الغابة، وجاءت النتيجة بأنها كانت غلطة وعلينا أنه ننسيها. لا، ننسيها إذا بترجع على القليل الأمور بتنحط على السكة، بيرجع بيصير في احترام للإنسان وللأصول للمحكمات كلها. وأنا هلأ مثل ما كنت أقول وبرجع بقول، احنا دائما تحت القانون، ومش بالحكي رح بتشوفوا انه ولا مره رفضت دعوه على اي جلسه شو ما كانت، حتى اللي منهم قانونيين كان عندنا رغبه انه نخلص الوضع ونشوف كيف بدنا نحمي الرهبنه. ولكن على من تقرا مزاميرك يا دكتور. طيب، صار في تلبك هون وشو بده يصير والى اخره، واذ فجاه نعرف انه بده يتحول الملف على مجمع عقيدة الإيمان. خير، شو خاصه مجمع عقيدة الإيمان بالموضوع كله؟ ولكن حسب ما عرفنا أنه المطران بيتر كارم كان عنده صديق بالمجمع، الحمد لله أنه خلال جمعتين انتهت مهامته ورسالته ورجع على أمريكا. فإذن الحمد لله أنه هذا المجمع كان مستقل بكل قراراته. على كل، بالرغم أنه لا يمت إلى عقيدة الإيمان بصلة، إنما فقط من باب الانتقام والتجني انبعث الملف. يا جماعة، خلال 25 نهار فقط انبعث بخمسة تموز 2020، بقاب بتسكر المحاكم كلها بروما ب1/9/2020 اجت البراءة من روما مستند رقم 3. هلأ خلينا شوي نشوف شو الاتهامات، لأنه بيبعتوا يعني وبينزل بيانات وبيانات. أنتوا بتعرفوا اليوم شو هي المواضيع الحساسة يلي بتصير مجتمع بيرمته وبتصير فعلا مثل النار بالهشيش. نحن بنعرف أنه مواضيع استغلال السلطة لأغراض جنسية، لأغراض مالية، تلاعب بالضمائر، تلاعب باللاهوت يعني بتعاليم الكنيسة، وكل ما يمت إلى هذه المواضيع بصلة. هيدي مواضيع، هيدي تثير، وبالتالي إذا تثار عن حق وضمن الأصول وأشخاص مرتكبين فيها، نحن من دافع ويدافع وربينا أولاد وشبيبي ودفعنا عنهم من أي بغض وتعنيف واعتداء إلى أبعد حدود، مش لقلنا بينقال هذا الحكي، تاريخنا بيشهد على كل حال. ولكن كل هذه الاتهامات ركبت فجأة. طيب منيح، شي وحدة منا بتكفي، 2 3 كل الاتهامات يلي ما قدروا ركبوه بالمدني بالكنسي ركبوه بالمدني، ورح منشوف كيف. وأصبحنا بليلة ما فيها ضوء أمر، 25 سنة من النضال الصادق والشفاف إلى جانب الفقراء والمظلومين، وكانت حياتنا بألف خير. رغم ضعفنا وتعتيرنا وأخطائنا، ما حدا عم يتنكر لهذا الموضوع، ولكن الضعف شيء وتركيب الملفات والافتراء شيء آخر يلي ما رح نقبل فيه لآخر نفس. فإذن أحبائي، بدي أقول أنا هون أنه هيدا القرار يلي عم تشوفوه وراكم يلي صدر عن مجمع عقيدة الإيمان، هي أعلى من أعلى المحاكم بكنيستنا، ويلي بتفترض أنه إذا في أخطاء
هيدي بترد الكاهن للحالة العلمانية وبتاخد قرارات قاسية كرمال هيك وجهوا الملف لهونيك. كثير منيح. شو كانوا عم بيقولوا لأخوتنا وخياتنا؟ بتعرفوا شو يعني نودي له ملفه على مجمع عقيدة الإيمان؟ بمجرد ما تجوا تقولوا لشخص إنه يتودى ملفه لهونيك، الله يستر، الله يستر. والملفات هيدي بتقعد أشهر، لبل بتقعد سنين من الدراسة، سنوات عفوا من الدراسة قبل ما يصدر قرارات. شو معناتها يصدر قرار ب 25 نهار؟ أنا بدي أحكي لأكثر المثقفين والأنونيين وللناس الطيبة والمتواضعة يلي ما كتير متعمقة بالقانون، إنه يصدر قرار ب 25 نهار معناتها لهالدرجة الملف فاضي ومنه مثبت. بالأول كانوا عم بيقولوا بتعرفوا شو يعني وجهوا لهونيك، بعدين شو صاروا يقولوا؟ لا هذا مش من صلاحية المجمع. طيب يا حبيبي إذا مش من صلاحية المجمع لا يوديتوا لهونيك، ويلي ودي لهونيك إن أشخاص قانونيين مخضرمين وبيعرفوا كتير منيح كيف ركبوه ليكون هونيك، لأنه التلاعب بالضمائر واستغلال السلطة والتلاعب باللاهوت والإيمان هذا كله يصب هونيك. ولكن بس اجت النتيجة مش مثل ما بدهم صار مش صلاحيته. بيقول بوضوح أنه أكيد وقت اللي وهيدي بقراءة أكبر القضاة إن كان بروما أو بلبنان، وقت اللي هالاتهامات غير مثبتة وتم رفضها وبالتالي بطل من صلاحية المجمع أن يتابع الملف، وهذا شيء طبيعي. فإذا في فرق بين ما يكون بطل من صلاحية المجمع كنتيجة على عدم ثبات الاتهامات، وفي فرق جوهري ما بين ما يكون عدم صلاحية المجمع لأنه فعلا هو ما درس الملف وبالتالي دغري عرف أنه هن الاتهامات ما بتفوت بصلاحيته بيودي. شو بيقلنا هون؟ After an attentive study of the act، من بعد دراسة معمقة للحالة. دراسة معمقة هيدا مجمع عريض طويل عريض عم بيقول أنه does not involve any alleged intellectual activities، أنه غير متورط بأي من هذه الأعمال المزعومة. منو معروف يا جماعة اشرحوا لي شو المزعومة؟ الكاذبة الفاقدة لأي شيء ثابت. ما معقول تكون الافتراء والتضليل لهيدي الدرجة. طيب هيدا كله بفرجينا النهج وصولا لأمر وأيضا بالمستندات وبالوثائق ومثل ما وعدنا بأربع أيار 2020. وإذا بتسمحوا لح نحط هيدا الأوديو يلي رح تسمعوه هلأ. هيدا أوديو من 31 ثانية من قلب جمعة حكي فيها المطران بيتر كرم شي ساعة وثلث تقريبا. هيدا كله موثق وموجود بالمحكمة. لحط منه بس هيدا الأوديو يلي بهيدا الوقت لحوضح الصوت يمكن مش واضح. بده يطلع قرارات جزائية بحق الأب وسام معلوف بغض النظر عن شو بده يصير بالرهبنة. في عقوبات جزائية بدها تنزل بحق الأب وسام معلوف بأربعة أيار 2021 قبل أي محكمة رجعوا أنشأوها بعدين، إن كان المحكمة الإدارية اللي أنشئت بلبنان الكنسية وإن كان استئنافنا على على المجمع الشرقي. يعني المطران بيتر كرم مقرر العناية الإلهية وصلتنا لهيلود هيدا لوحده. خلي يكون في عدالة ببعض، لأنه ما بحب عمم وأنتوا بتعرفوا ثقافتي وبتعرفوا لأي روحانية بناضل برفض التعميم، والكنيسة كانت وبتبقى أمي ولح أبقى ناضل فيها ومن أجلها، وما في شيء بيفصلني عن المسيح فيها مثل ما قال مربولوس، ولكن حبي للمسيح بقلب كنيستي شيء، وإني أقبل الظلم وساوم عليه شيء آخر. طب وقت اللي يكون مطران أصدر حكمه، هو مش من هلأ، نحن منشوف النهج الحاقد من أول لحظة، ولكن هيدا عم نسمعه بدينينا. طب أصدر قراره شو له طعم كل اللي كملناه من بعده؟ عم بيأكد ويقول لهم للجماعة في قرارات جزائية
بدها تصدر بحق الأب يسمع له. طيب يا جماعة إذا في محكمة وسلمناها هودي شو بيصير؟ طيب لا محكمة، لا قانون، لا مرسوم، لا يعني ولا أي شيء يحترم الأصول القانونية، أخذ قراره ومنتهي. طب شو يعني وين رايحين؟ وبرضه عم نحط بقلبنا وعم نجرب نعض على الجرح ونجرب نلاقي حلول، ولكن ما في مجال، ما في مجال. هيدا الشخص بده ينقطع راسه وينحط على جنب. طلع القرار، مش أنا عم بقول يا جماعة، مش أنا عم بفتري، شفته عيني من ساعة ونص أنا عم يوصفني بالوحش. طيب من بعد هذا الشيء رجعوا حولوا الملف. هيدي أي مرة؟ أول مرة المطران علوان، تاني مرة لعند المطران بيتر كرم، وهلأ ورجع رأى على المحكمة عائدة الإيمان. هو كلهم ما عم يعجبون، بدنا نضلنا النائل، بدنا نوصل على مطرح نقطع له راسه. هودي ما هيدا كله شغله عدي بدنا إياها. هيدي العقلية الإلغائية، هيدي اللي نحن بالمفهوم العالم منقول هي عقلية أمنية بتريد أنه تحمل الناس خارج أي قانون. هيدي إياها. فإذا تحول الملف على محكمة إدارية كنسية جديدة، ويلي بدورة لم تحقق، استندت بالكامل لتحقيقات المطران بيتر كرم بنسبة 100% بقولهم هني مش أنا، وأصدرت قرارات بتنسيق كامل مع المطران بيتر كرم وباعتراف المحكمة نفسها، وأصدرت قرارات شفهية. يا جماعة يعني هل بيتصور العقل؟ أي محكمة بالتاريخ تصدر قرار شفهي؟ ولا يمكن. القرارات بدها تكون موثقة وممضية، لفي واحد يستأنف ويعترض عليها بيطلع قرار شفهي بس تقدروا يضلون هن يقدروا يغيروا كيف ما بدهم. طيب طلع قرار شفهي، وهون أكيد كانت كارثة كبيرة جدا. أصدرت قرارات شفهية خارج عن صلاحيتها كمحكمة إدارية، قرارات تطال الكهنوت والتكرس. بالقرارات هيدي بياخدوا قرارات بيوقفوني فيها عن كهنوتي وبيطالوا كمان تكرسي إنه أنا بدي أنفصل عن الرهبن. وهي المحكمة الإدارية هيدي الماكسيموم اللي فيها تعطيه هي حكم على سنة. قرارات توقيف الكهنوت هذا مرتبط بقداسة البابا وبروما، وقرار الفصل النهائي عرابني نفس الشيء. يا جماعة أخذوا قراراتهم الجماعة لأنه قايلن شو بده بأربعة أيار 2021 خبرن شو بده، وبالتالي ما حققوا أصلا. أخذوهم هني باكج ديل مثل ما هني، جينا على أساس بالآخر منقدم الملف الدفاع تبعنا. لك بالشكل ما أخذوا ملف الدفاع بالشكل، خلي فرجوني المحضر. وقعنا عليه سلمنا فيه ملف الدفاع تبعنا. يا جماعة ملف الدفاع تبعنا فيه أكثر من 60 مستند، لأنه نحن هيدي ثقافتنا ما منرد على افتراءات وتضليل بحكي وما قاله بمعنى أي شيء يسند عليه، كله مثل ما عم بتشوفوا هلأ. فإذا أكيد طبعا رفضنا الموضوع، ومن بعد ما استشرنا محامينا الأحبة، وهون إذا بتسمحوا لي هيك وجه تحية سريعة لماتر ميشيل ولدكتور نادي تيان على مواكبتهم ومحبتهم أكيد، وكمان المحامي أنجلو كاشي اللي هو المحامي الروتالي كمان بإيطاليا على الجهد الجبار يلي عملوه عم يعملوه معنا. فإذا كان الاتفاق أنه يا عمي حتى على قرار شفهي خلينا نستأنف، بس لحتى نضلنا نحن عم نحترم كل الأصول. أكيد ما بدي أنسى دكتور لوريت وهبي يلي بوجه له تحية كبيرة من القلب. فإذا رحنا استأنفنا للمرة الرابعة الخامسة اللي بدكن يعدون معي بهيدي المسرحية اللي عم تشوفوها كلها، استأنفنا إلى مجمع الشرقي شافي. نحن كنا بنستنظر إنه مجمع الشرقي يردن، هلأ منشوف. على كل إن يردها بالشكل لأنه عم تستأنف على قرار شافي، ما عندهم شيء، أنت عم تستأنف على شو بالنسبة لهم؟
على كل تردنا مجددا على القرارات امام مجمع الكنائس الشرقيه. هون بس بحب اقول شغلي انه كان في معطى كثير قوي هني حكيوني فيه، لانه عم بقول لهم يعني ما بدكم تستلموا انتم الملفات والى اخره، ما استلموا الملفات وكل شيء، وقالوا لنا انه هني استلموا استندوا كمان على شهاده قيمه هي شهاده الاب إلي رياشي. الاب إلي رياشي يلي بيؤتمر بالمطران بيتر كرم، لحطها على جنب هيدي ما بدي اعتبرها، بس انا بدي اقول شيء قانوني بسيط انه الاب إلي رياشي هو مدعي وخصم بدعاوى مدنيه مثبته. كيف قادر يصير شاهد؟ بس ما بدي اقول اكثر من هيك وبختم هالبارونتيز. طردنا على هيدي الاراض امام مجمع الكنائس الشرقيه اللي اصدرت قرارات ب1/9/2022 هيدا المستند رقم 5 بعنايه الهيه، ورغم كل الظروف يلي منا لصالحنا بتكسر فيها قرارات المحكمه الاداريه الكنسيه بلبنان وبتثبت لي كهنوتي وبتثبت لي تكرسي، ولكن هذا هو جوهر الاستئناف. نحن استأنفنا على الكهنوت وعلى التكرس، واجا قرار من قداسة البابا فرانسيس لانه صار في اجتماع ما بين العميد المجمع ليوناردو ساندري وقداسة البابا فرانسيس، انكسرت فيها هيدي القرارات. ولكن تدخل المطران بيتر كرم لانه لا مش رح يوقف ابدا نون ستوب. المعروف لدينا بوضوح ان كان شخصيا او من خلال المطران علوان المستشار القانوني بالمجمع الشرقي. هون بس بحب اقول لكم انه المجمع الشرقي منه محكمه. المجمع الشرقي هو بيجمع مستندات بيقرر على اساسها. وبالتالي كل يلي وصل له هو وصل له من وين؟ وانا هون رح اقول لكم عن معلومه صارت معي باجتماع 11/11 هلا كنت انا بروما، وسألت هيدا السؤال لمساعد أمين السر المجمع حضرة الأب فلافيو باتشي. قلت له أنا حضرتكم منكم محكمة؟ قال لي مظبوط. قلت له بتستندوا أنتوا على معطيات بتجيكم من يعني يلي هو محقق وبعث؟ قال لي مظبوط. قلت له طيب بس يلي باعت هيدي التحقيقات هو خصم بس مش بدرجة عادية، يعني في حقد شخصي بالغ الأهمية، بس تنأكد على هذا الأمر. وكرمال هيك طيب مع القرارات يلي صدرت، صدر بعض التدابير يلي بدها تحد من إقامتي ورسالتي وإلى آخره. طيب فهمنا نحن بس نقرأ كل المسار، الهدف منه يعني هلأ نحن نرجع نصلى هو الضغط علي لحتى نتنازل عن الجمعية جمعية رسالة حياة، ونتنازل عن الدعاوى والدعوة خاصة اللي مرفوعة ضد المطران بيتر كرم بروما. وهذا الشيء نحن لا بنضالنا ولا بفكرنا ولا بروحنا ممكن نعمله، وخاصة انه مش انه في تصحيح لمسار، لا في استكمال بهذا المسار لأبعد حدود وبحد ما له وصف. وبدنا نحن نكون عم نجي نسلم بهذا الشكل، هذا أمر منه وارد نحن بالنسبة لنا. فإذا جينا قلنا ليه ما عندنا حق شرعي إنه نستأنف على محكمة، لأنه بدنا محكمة، على محكمة التوقيع الرسولي اللي هي أعلى محكمة بالكنيسة الكاثوليكية هي الكور سوبريم. خلينا نستأنف هونيك وخلي هونيك ينحط ملفي وملف المطران بيتر كرم، أو وهلأ أنا على الهوى وبطالب أي محكمة مؤلفة من ثلاث قضاة نزيهين مستقلين يجوا يستلموا ملفي وملف المطران بيتر كرم ويدرسوهم بالعمق، واللي مسؤول يتحمل مسؤوليته. إذا أنا عندي أي خطأ على أي مستوى سوف أتحمل مسؤوليتي للملأ قدام كل الناس مثل ما عم بحكي هلأ. ولكن أنه نقبل بفبركات وبملفات مثل ما هي ماشي الأمور، هذا طبعا ما بنقبل فيه. وهون بكل صدق وبكل محبة توجه لقداسة البابا فرانسيس، خلي يكون في محكمة تحت نظرك ونعرف النهج والخط يلي سلكته، وتكون مستقلة تماما وغير خاضعة على أي سلطة،
وينعرضوا الملفين بشفافية وأنا حاضر لأي شيء. ما منخاف من العدالة وقت اللي نكون نحن ضميرنا مرتاح، نعرف هيدا الشيء. فإذا تم قطع الطريق علينا لما نروح لهونيك. ليه؟ لأنه بيعرفوا كتير منيح أنه مثل ما حصل بمجمع عقيدة الإيمان سيحصل بمحكمة وبنفس القوة بمحكمة التوقيع الرسولي، كون الملف لا يستند إلى مراهين مثبتة إنما إلى أضليل وأكاذيب. طيب دخل معنا المطران كرم بهذا الخلاف الشخصي، حقق بالملف بطريقة غير قانونية وبدون محكمة، وكان الخصم والحكم صارت واضحة. ليس فقط لم يتنحى عن الملف بسبب الخصومة، إنما عين مندوب بطريركي على الرهبنة، مما أدى إلى انقسام فوري داخل الرهبنة، وحصل أضرار مخيفة بقلب الرهبنة. طيب خلينا يا أحبائي، بس بدي أعرض بدقيقتين واقعين، واقع الرهبنة كيف كانت وواقع الرهبنة اليوم. خلال خليني أخذ، ما بدي أخذ من 93 من لمن انطلقنا وصولاً للجمعية بال 99، وصولاً لتثبيت القوانين الكنسية قانوناً بال 2006، وكل هيدا المسار. بدي أحكي أنا عن مرحلة 20 سنة. خلال 20 سنة يا جماعة كان نضالنا الصادق مع الفقراء ومجاناً وضد المظلومين لحتى نساعدهم ونوقف معهم. درنا بنعمة إلهية خلال هيدي الفترة أنه نبني أديار ونعمل بيوت للرسالة. صار في عنا دير بالبقاع، دير بأنطلياس كان الدير الرئيسي، عنا قرية إذا بيسلنا بس بشكل سريع، بس تشوفوا على مساحة أكثر من 10,000 متر المشرع بسكنتا للشبيبة وللناس ولكل المتعبين ليطلعوا يرتاحوا وبأفضل الطرق، وكله مجانا. أول مستشفى من نوعه للعناية الملطفة سوان بالياتيف بأدمى بأنطلياس، وصل العدد ل 120 شخص بين إخوة وخيات ومسنين ولاد وشبيبة. هونيكي 65 شخص من الأشخاص يلي عندهم أمراض مزمنة وكونسير وغيره، وكله مجاناً 100%. نضلنا بنفس النفس خلال كل هذه الفترة. بالشمال صار عنا دير، وكان هناك المحسن الكبير اللي بوجه له تحية كبيرة، خينا وحبيبنا ميشيل نقولة، يلي أخد على عاتقه بقلبه من ماله الخاص أنه يقوم بعمار دير طويل عريض وما يزال، وكله مجانا من أجل المسنين والأولاد والفقراء. وكان الهم الأكبر هو أنه تكون جماعة رسالة حياة رأس حربة بمواجهة الفساد والظلم إلى أبعد حدود. أحبائي هيدي الحالة تحديدا يلي لازم تنضرب. وبالتالي حتى كهنتنا وصلنا نطلب منهم من الأساس أنه ما فيكم تاخدوا مصاري مقابل أي خدمة بتقوموا فيها. هذا هو الإصلاح الحقيقي بقلب كنيستنا. مش لحتى أقول أبداً أنه إذا في بعض الكهنة خاصة متزوجين بحب نوه فيهم وبعرفهم قديشهم طيبين، إذا عم بياخدوا مقابل معين لأنه بده يعيشوا بكرامتهم، أبداً مش عن هذا عم بحكي، إنما عم بقول عن فكر الكنيسة اللي لازم يروح باتجاه إصلاحي حقيقي بهيدا الأمور. بالمقابل وخلال 6 شهور فقط دير أنطلياس بفلوا منه المسنين والولاد، مستشفى العناية الإلهية بتسكر بتتحول لمأوى، هلأ فيها شي 18 شخص وعم بيموتوا ويتراجعوا لورا وما بنستقبل عن جديد، وأصبحوا الموظفين هني اللي مستلمين. والأخوة والخيات من 75 شخص كان 10 عم يتحضروا يفوتوا، وإذا بناخد على السنتين اللي قطعوا كان وصل العدد فوق 100، من 100 شخص في شي 7 أو 8 أشخاص. هيدا الواقع هو منه جرم، هيدا الأمر هو عادي، غفلة عام منخلصه ومنروح على فرنسا نكمل مهمة جديدة. هيدا اللي صار مننام مرتاحين. أما اللي ناظر ضد الفساد، أما اللي عمل إصلاح واشتغل مجانا واشتغل مع الفقرة، مش بالحكي تحت عيون العالم 25 سنة استقبلنا الغليين على قلبنا من تحت الشسورة ومن أماكن بؤس ومن من من كل ما
كانوا فيه من أوضاع صعبة ونضلنا كرمالهم، طلعنا نحن الفاسدين وطلعنا نحن يلي مرتكبين ولازم نتحاسب. يخيي ماشي وبرضو قبلانين عملوا محكمة عادلة مستقلة وخلت تنعرض الملفات، ولكن إنه من دمر وفلل العالم وكسر الدنيا كلها فوق رؤوس الجميع وزرع الحقد. فيكن تحكوا مع حدا من الإخوة والخيات يلي فلوا، الحقد بيطلع من عيونهم. بستفيد من هلأ لقلن رغم كل شيء، ويمكن ما تفهموا اللي بدي أقوله هلأ، قلبي صافي تجاهكم، ما في حقد وبحبكم، ولكن نعم اتضللتوا. ما سمحلن، كان في جرم كبير إذا بيسمعوا وجهة النظر الثانية. ممنوع. طيب يا خي خايفين من شو؟ إذا أنتوا الحقيقة معكم خايفين من شو؟ منعهم منع بيت يتواصلوا مع الفريق يلي وجه وقف بوجهه بوجه هذا النهج التدميري. ما في. إذا بيحكوا كان في عقوبات كنسية تهددوا فيها، وبعدين فلوا حملين حد كتير كبير لأنه حولنا إلى وحش كاسح. أما اللي دمر هو لازم نرفع له القبعة. فإذن أحبائي توقفت شوي على هيدا الموضوع لأنه فعلا بيستوجب، بس بدي أعطيكم إحصاء صغير. بال 2019 جماعة رسالة حياة قدرت وصلت لأكثر من 5000 شخص، ما بين اللي استقبلتهم بأديارة واهتمت فيهم، ما بين يلي زارتهم، ما بين يلي مدت لقلهم يد العون على كل الأصعدة. شو عملت غلط هالجماعة هالجمعية وهالرهبنة؟ شو عملت غلط؟ ولكن ما بين حقد المطران بيتر كرم الشخصي علي من ماله، وما بين تداخل المصالح مثل ما بلشت بالمقدمة انه جماعة رسالة حياة كبرت، وهيدي الحالة فيها تكمل لانه هي حالة اصلاحية، لانه هي حالة نضال حقيقي مش بالحكي ضد الفساد. هيدا الشيء ما فيه يكمل بهيدي الطريقة. على كل وصل مندوب بطريركي واستفاد من موقعه لتحقيق انتقامه مني حتى النهاية. وهو مثل ما قلنا تقاطعت مصالحه مع مصالح اكتار لتصفية الحساب مع رهبنة وجمعية رسالة حياة. تخيلوا انه يوصل الامر والحقد، انه يعطي امر لحدا من الاخوة انه يطلع يدخل على مكتبه ويعبسه باغراض المكتب ويغيروا قفل المكتب لحتى بطل قدر ادخل عليه. وهلا رح نشوف انه ما وقفت الامور هون، لانه بس راحت الامور على الجمعيه بالدوله بلش التنكيل بالاخوه والخيات يلي وقفوا بوجهه. خطاهم الوحيد انه قالوا له نحن رافضين نهجك يا خيي مثل ما عم تشتغل، هذا خطاهم الوحيد. صاروا بالمغافر وصاروا امام القضاة وصاروا عم بيتحاكموا، هذا هو خطاهم الوحيده. نحن نروح لهونيك بالدوله يقولوا لنا يا عمي انتم شو عم تعملوا هون؟ يعني انتو هون لازم تتحاكموا، هون لازم يا خي شو ما كان صاير روحوا في اماكن تانية لقلكم بهيدا الخصوص. فاذا احبائي هلا رح اعرض هيدا المستند رقم 6، رفضا لهيدا الظلم ومنعا لدخولي باي مساومة، ولانه كهنوتي كهنوت الحق والمحبة، انا من طلبت تعليق كهنوتي ونزوري. وهذا الشيء عم نعرضه بالوثائق. قدمت الرسالة ب 16/11/2022 على المجمع الشرقي، رح نشوفها قدامنا ونشوف تاريخها قدامنا. وطلبت فيها وتوجهت فيها لقداسة البابا فرانسيس، قلت له أنا ما بقدر كمل شاهد زور وكهنوتي كهنوت حق، أو بده يكون في محاكمة عادلة للمطران كرم ومحاكمة عادلة لإلي إذا أنتوا بعدكم بتعتبروني مغلط. تفضلوا، مش معترفين بالبراءة يلي إجت ويلي هي واضحة مثل الشمس، تفضلوا نحن منقبل. الضمير مرتاح ما بيخاف، ما بيضغط على القضاء ليضبضي بالملفات. على كل بهيدا المستند هلأ الأدهى من هيك أنه ب18 الشهر بعد يومين بيطلع بيان بيحكوا فيه أنه هني فللوني. طيب يا جماعة بسيطة جداً، مول ما أروح حطلنا المستند الروسي اللي بعده، شوفوا الختم ب16 الشهر من مجمع الشرقي عم بيختم على الرسالة اللي استلمها مني ويلي أنا عم بطلب فيها أني
تعليق كهنوتي ونزولي. الرسو نزل. لا ايه تفضل تفضل. هذا الخاتم. وين التاريخ؟ تاريخ شو؟ 16. نرجع للبيان اللي نزل ببكركي اي متى؟ ب 18. يا جماعه كفى تضليل، كفى كذب. وشو بيقولوا كمان؟ انه القرار رجعني للحاله العلمانيه، وهو انا طلبت تعليق كهنوتي واجا القرار هو تعليق للكهنوت. تعليق للكهنوت شيء والعوده للحاله العلمانيه شيء اخر. بالقانون خلينا نروح نقرا من 394 ل 398 من مجموعه قوانين الكنائس الشرقيه يلي بتحكي على انه توقيف تعليق الكهنوت شيء، هيداك شيء اخر، وتعليق الكهنوت فيكون مؤقت وفيكون دايم. فاذا يا احبائنا نعم لهيدي الدرجه التضليل، وطلع قرار انه هن المبادرين وهن اللي عملوا هن يلي كذا، وبيحكوا كمان بالصحف وهيدا انه رجعوني كمان للحاله العلمانيه. طيب هيدا بكتفي بهالمجموعه هيدي الكبيره الضخمه كثير يلي بحطها امام الراي العام يلي صارت بالكنيسه، وبرجع بروح لاختصر هلا واختم اللي صار على الصعيد المدني. على الصعيد المدني بالمقابل صار في تحريض لبعض الاخوه والخيات من قبل المطران بيتر كارم ليقدموا شكاوى جزائيه ولخلق نزاع داخل الجمعيه. فاذا احبائي في جمعيه رساله حياه بالدوله يلي عندها علم وخبر، وفي الرهبنه رساله حياه يلي عندها موافقه من الكنيسه وكان عندها موافقه من روما وتحديدا من المجمع الشرقي. كثير منيح بعتهم. صار في لانه خلصنا من هونيك وشفتوا شو الوضع، جينا لهون على المدني طلعنا نحن سارقين الجمعيه. يا اخي كيف ممكن مؤسس ورئيس جمعيه ومنتخب شرعا بيسرق الجمعيه بامه؟ وكيف يعني؟ فرجونا وين وكيف وشو يا جماعه. خلقوا نزاع من مال جزائي انه نحن سارقين، وخلقوا من المقابل تاني انه عملوا انتخابات مزوره لحتى يستبدلوا الهيئه التنفيذيه بهيئه تنفيذيه بيرأسها حدا منهم للاستيلاء على الجمعيه واملاكها واموالها والى اخره، لانه الاديار واموال الاديار وما حصلوا عليه مش كافي، لانه اعداد غفيره لدرجه انه مش مقديهم اللي اخذوه، بحاجه بعد لاماكن تانية ومشاريع تانية لتواكب نشاطهم. من هيدي الناحيه بنتفهمهم. فاذا نحن بدنا نقول انه جوابا على هيدا الموضوع، وهون حدث ولا حرج، استدعينا الى المغافر وعند القضاة، عند استدعي كمان اخوتنا وخياتنا، واستدعيت انا شخصيا بهذه الدعوة ومثلت لامرين اؤمن فيهم بالعمق. اولا براءتي، والبريء ما بيخاف من العدالة لأن يؤمن بالقضاء ويمثل قدام القضاء، لأنه يلي عم بيطالب ببناء دولة وببناء كنيسة ما بيرفض هذا الشيء طبعا، وإلا بنكون عم نتناقض مع حالنا. وتاني أمره يلي هو أساسي هو أنه لدينا المستندات والوقائع حتى نرد على كل شيء. فإذن اللي صار هو رح نشوف هلا المستند رقم 8. بالمستند رقم 8 صدر قرار مشكور عن حضرة القاضي الأولى منصور، بيقول فيه بوضوح انه ما في اي سرقة لأغراض شخصية والى اخره. فإذن عم نرد احبائي بالمستندات. وطلع قرار ظني تما يقولوا قال شقفي وما قال شقفي، نحن لدينا الجرأة والشفافية انه نقول كل شيء. طلع قرار ظني لانه تم تغيير الهيئة الإدارية من قبلنا، وهذا الامر نحن امنا فيه لانه نحن ام الصبي ومنريد انه نحمي هيدي الاموال لانه هي للفقراء، ولانه كنا نريد انه شراء ارض للرهبنة لنحمي هيدي الاموال ونحافظ على قيمتها، ولكن الحقد كان بالمرصاد وقطع الطريق قدامنا. فاذا نعم امنا بهذا العمل لهذا الهدف تحديدا. فاذا وصلنا نحن لهون، بينا كل الامور، واكد حضره القاضي منصور انه اذا في يا جماعه شيء مستند واحد بيقول انه هالشخص في دولار واحد
لا له تفضل اعطونا اياه، ما في شيء. فاذا كل اموال الجمعيه وكل اموال الرهبنه وكل ممتلكه وكله باسم الرهبنه والجمعيه وبوضوح تام، ومش يلي ناضل يا جماعه، ما انتوا اي عقل بده تركب. طب يلي بده يكون فاسد ليه ما بياخذ من الاساس مصاري من العالم؟ ليه ما بيتاجر قبل؟ ليه بده ينطر لوقت مشكل ليتاجر؟ يلي اشتغل اكثر من حوالي 30 سنه مجانا وبنضال صادق بده يجي هلا لحتى يتغير؟ ولاي وشو الاسباب؟ اسباب واضحه، لانه دخل حدا على الخط واصبحت الامور في مكان اخر. ولكن نحن كان عندنا خوف انه لا كمان بدنا نحن نقدر نجيب ارض او نشتري بيت او الى اخره، لانه عارفين انه في خوف انه بده يتم الاستيلاء على اموال الجمعيه وارضيه. وهيك صار، رغم وجود نزاع قضائي مدني، تم سحب الاموال من احد المصارف من خلال افاده اداريه غير شرعيه. تم الاستيلاء حتى على اموال الجمعيه يلي فيها ممولين ما بيريدوا أن تكون هذه الأموال للكنيسة، عندهم نية واحترام نية الواهب مقدسة، بيريدوا أنه من خلال الجمعية يتم الشغل انطلاقا من رسالتنا مع الفقراء. هذا الأمر استوجب رفع دعاوى جزائية ضد المطران بيتر كرم بلبنان وروما، مستند رقم 9، من قبل ممولين من سويسرا. للأسف لحديت هلأ تم الضغط على القضاء بلبنان وبروما لعدم السير بهذه الملفات حتى اللحظة. نتمنى ونحن عم نقول عن قناعة، لدينا بلبنان قضاة نزيهين وبيرفضوا بأصعب الظروف أنه يرضخوا للضغوطات. نتمنى أنه الملفات تسلك طريقة بلبنان وبروما، لأن المجمع الشرقي رفض بالأول دراسة الملف، جانا رحنا على مجمع التوقيع الرسولي يلي ألزموا بأنه يطلع عليه ويدرسوا، ورجع ردلوا إياه، وما على علمنا لهلأ أنه لم يدرس الملف وما أصدر قرار بالملف إيجابي أو سلبي. ولكن نحن بدنا نقول أنه رح نتابع هالملفات للآخر، وإذا وصل الأمر بلشنا التحضير مع مجموعة من محامينا الشرفاء بلبنان ومحاميين دوليين من أجل رفع الملف إلى محكمة دولية تعنى بحقوق الإنسان، خليها هي تدرس الملف. إذا كان ما رح نحصل على عدالة إن كان مدنية أو كنسية. بدي أقول أحبائي أنه بالختام ومن صرخة وجع بدي أقول بئس لزمن أصبح فيه الفاسد يحارب أصحاب المشاريع النقية والنزيهة لتغطية فساده. وهون بدي أعلن للملا نداء من القلب، نداء لأخوتي الكهنة، أخوتي المكرسين يلي عم بعين وبيظلم بأي طريقة كانت، وخاصة من يلي عرفوا أنه أنا بمواجهة مع المطران بيتر كرم وهني كانوا مظلومين منه كتير، وصار معنا بعض الملفات بإيدنا، ونحن ما منقول إلا القضاء هو يلي بيقرر، ونحن تحت القضاء هو يلي بيقرر. بدي أقول أنه نداء من القلب، كفى لاهوت التخويف والخنوع بحجة أنه نحن الطاعة للكنيسة. الطاعة للكنيسة مقدسة وملتزمين فيها إلى أبعد حدود، وكنا ولح نبقى أبناء هيدي الكنيسة. ولكن يا أحبائي، الطاعة لمشيئة الله الحرة، الطاعة للحب، الطاعة للجمال شيء، والخنوع والاستسلام ولاهوت التخويف من أجل أنه نرضخ لا أمور فيها مظلومية لهيدي الدرجة شيء آخر مرفوض نهائيا. كرمال هيك اليوم لدي الجرأة بنعمة من الله بمواجهة الظلم والحوار الصادق مع السلطة بعيدا عن كل خبص. ويلي أنا عم بقوله هلأ على صوت عالي بسمع كتار 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 عم بيقولوا بالخفاء، وبيقولوا لي من شد على إيدك ونحن وراك
وبفهمهم وما عم لومهم، لأنهم كمان في خطر يتعرضوا لضغوطات وبتوصل لكهنوتهم وبتوصل لحياتهم لمستقبلهم. طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم من أجل اسمي. كرمال هيك وانتفاضة على هذا الواقع، بعلن الدعوة إلى إطلاق تيار روحي مع المخلصين والمثقفين للعمل في إطار الخيار الثالث. هلا بكتفي بهالقد لأنه سوف يتم في الوقت المناسب الإعلام مع كل الأحبة يلي عم نشتغل سوا بهيدا المشروع عن الموضوع للعالم. وهون بختم لحتى أقول إنه جمعية رسالة حياة أصبحت جمعية دولية وأصبح مركزها بجنيف، وصار في عدة مراكز للجمعية بالعالم. صار في بكاليفورنيا، بفرنسا، بإيطاليا، بسويسرا قلنا المركز الرئيسي، وبلبنان، وأصبحت جمعية رسالة حياة جمعية دولية. بتواكبونا وبتتبعونا على www.internationalmissiondevie.org. بدي أقول أنه وجهت برسالتي لقداسة البابا فرانسيس، وهي دينيتي كمؤسس يلي بتحترمها القوانين وبتحترمها كل الأخلاقيات الإنسانية، انه الرهبني يجب انه يتغير اسمه، ونيتي انه يصير اسمه أفر دو كريست عمل المسيح. وطلبت من الكنيسه، وجهت رساله لغبطه البطريرك ولقداسه البابا فرانسيس، انه يتم تغيير اسم الرهبني لتصبح أفر دو كريست، وانه تبقى اكيد الجمعيه جمعيه رساله حياه لانه هي المدنيه واصبحت دوليه وبتكمل هي برسالتها، وأفر دو كريست عمل المسيح بتكمل برسالتها احتراما للناس وصونا لنية الوهابين. بالختام شكرا لكل الأصدقاء والمحبين يلي وقفوا وبقيوا واقفين لجانبنا بهالمرحلة الصعبة، ومعا منكمل المشوار. أمين. سيام بشكرك على السؤال. بأكد لك أنه 3 سنين هذا كان هدفنا، واليوم نحن عم نجي نرد على افتراءات طلطنا على الإعلام وبالإعلام لمدة 3 سنوات. بس بدي أقول لك هيك، والتضليل كبير، ونحن اليوم أبداً ما عم نتعرض لكنيستنا. قلت وأكد أنه كنيستنا هي أمنا وبتبقى أمنا. أنا توجهت وقلت أنه أنا عم بتوجه للمطران بيتر كرم على اللي عمله، ويلي لازم يكون في حد لهذا الموضوع واضح جدا يلي نحن عم نقوله، لأنه صار في خراب هائل بقلب رهبني ما فيها تقطع الأمور وكأنه شيئا لم يكن. جربنا كل أنا مش لقالي بيتوجه السؤال اختي سئام مش لقالي بيتوجه هذا السؤال، أنا عم بحكي عني. إذا في شيء توجيه لغبطة البطرك أو للمسؤولين هي لقلهم. أنا عم بقول أنه نحن الكنيسة كانت وما تزال أمنا. نحن انطلاقاً من غيرتنا أنه لا يمكن أنه تستمر كنيستنا، وفي بعض، وقلت أنا إذا انتبهتي أنه برفض التعميم، هناك بكنيستنا وعن أنيع عم بقولها أحبار وكهنة ومكرسين أنقياء وقديسين، ولكن في مكان من خلل وفي فساد معين ما فينا بقى نسكت. أكيد تماما وما فينا بقى نسكت عنه، وبالتالي ما فينا نضلنا مدري بكم حجي وحجي نسكت عن هذا الفساد يلي استشرى لهيدا الحدود وأدى إلى دمار رهبني بأمه وأبوه. هذا نحن تحديدا صرختنا اليوم. ميرسي. نعم.
هل صار في تفاوض معكم لتسكتوا عن اشياء او تغضوا نظر عن اشياء او تتنازلوا عن اشياء وبالمقابل تبطل الاتهامات الموجهه فيكم؟ اكيد وطلبوا. نعم ماتر ميشيل سؤال. هذا الموضوع بس مختصرا، كل هذا اللي صار كان سببه لانه ما تنازلنا عن 85% من املاك واموال الجمعيين واحتفظنا بال 15. لو وافقنا عليهم بشهر 12 2020 كان هذا الانسان طاهر وطوباوي وما كان في مشكله ابدا. هذا شيء موسع، انتبهوا مش عم خبر خبريه. والمباشرة كان مفوض معي كان بيتر كرم وكنت أنا شخصيا. لو اتفقنا تحديدا عرضت وصلت للستين بأربعين، ستين لألكم أربعين لألنا وبتخلص العملية كليتها على أساس اتفقنا وعملنا الكونتريات للأمضى رجع غير صار بده 85 ب 15 اول شيء طلب 90 ب 10 رجع 85 ب 15 فضنا مشيت المشاكل. وهذه العمليه اللي صارت هون وهذا مش خبريه، هي موثقه الكونتريات عندي والايميل اللي طالع عنده اللي طبعت له انا عندي كله هذا موثق موجود. فكل هذا المثل على مدى سنتين من 2021 و2022 وإلزاء اتهم بهالإنسان وسام معلوف ساعة فاسد ساعة وساعة ساعة ساعة كل هيدا النهار فرطوا الرهبني وفرطوا كل شيء بس لأنه ما وافقنا على 85 و15. وحرفيا قلت له بعد ما قص شغلي قال لي شو؟ قلت له وين بتحب علق لك مشنقته على الباب برا ولا جوا؟ شو بعد بدك؟ هيدي حرفيا. فمن هونيك برايك ما تعزموا، كل اللي صار متوقع، كل اللي صار عارفين بده يصير وبده يصير اكثر. وللاستاذيه اللي سالت اذا البطرك كان معه خبر، انا بقول لكم على طول البطرك بس كان يعرف بالمعلومه رده فعله كانت على طول ايجابيه مع ابونا وسام. بس يبرم ظهره ويفل ابونا وسام ترجع تتغير. مش عم خبركم خبريات، عم خبركم اشياء حقيقيه. البطرك انسان طيب مشاغله كثيره، بيعرف شيء بياخذ رده فعل بساعتها كثير ايجابيه، بس يقطع كم يوم بيصير في كثير حكي وخبريات بتتغير امور كلها. يعطيكم العافيه.